السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوك من الجزائر، تكتب الشعر؟ شاعر أنا. تكتب الشعر؟ نعم يا أفحمنا يا سيدي، أخي، أفحمنا بشعرك. أنا أحب فلسطين، أقحمك بقصيدة على القدس. أسمع، أفحمنا. أقول في مقطع القصيدة بعنوان فلسطين بلبل السجين. نمت وضعت كفي على خد ساعي، وجدت في المنام بلبلا تعيسا مقصور الجناح. أردت أن أحكمه لكي أرتاح، جرني ورائحة الحب طواح. قلت له: من أنت مقصور الجناح؟ قال: أنا أرض المحشر، أنا ثالث الحرمين، أنا أرض مغصوبة، أنا أرض باعوني العرب بالدولار. وشه ذاك الأشرار صرخت على صوتي وعيناي مغمضتان والروح مقتولة. قلت له: هل أنت سجين إسرائيل؟ هل أنت مقهور الدنيا؟ قال لي: ألا تسمع لصراخ قلبي المسكين؟ أرفقني الشوق وحطني وحطمني الحنين، وأبحث عن الفرج منذ سنين. فأصبح صراخ صراخ لنا في القرية، وأصبح البلبل بكف عفريت، وأصبح نظرات ثلاثة ذات الشمال وذات اليمين. أبحث عنك في البر وفي البحر وفي كل مكان، ولم أجدك أبدا. تحيا القدس. برافو برافو، عندك طريقة في الإلقاء غير عادية. ما شاء الله. آه ما شاء الله، طريقة فوقك. أنا من الجزائر. من أين أنت يا الأخت؟ يكون من قشعيط، تتكلم العربية الفصحى؟ أتكلم أكيد. عجب، جميل جميل جدا. أنا من الجارة تونس. الله يبارك، تونس دارتنا. خاوة خاوة، أجل، أيوة خاوة، أجل أجل، خاوة خاوة. احنا أي تونس تخيل والجزائر. السلسلة. تحبين الشعر كما يقولوا الشعر الغزلي، كما نزار قباني، مثل نزار قباني الغزل الرومانسي. الشعر الغزلي عندك هو نوعين أخي في الله، عندنا الشعر العذري، الغزل العذري، وعندنا مثل جميل بسمة، وعندنا الغزل الإباحي مثل عمر بن ربيعة، عمر ربيعة مش ابن ربيعة، وقيس بن الملوح. أنا مثقفة شعرية. عمال برك شوف، انا نعطيك قصيده وقولي شو البحر. خي كاين 16 بحر، بحر طويل وكامل متقارب وخفيف ومنزول. قولي شو البسيط هو وال البحر. كاين ستة بحر. اسمعني، انا اسمعني، صدقت كملت القرايه، ما صدقت فتحت من العربيه ومن الشعر. انت تو بتاخد عليا لاني تقولي انا ظهر ليلي، لان نسيتهم البحار معي.
نجم نقول لك كتابة عروضية، نكتب لك الكتابة العروضية ذيك اللي نطلعوا بها البحر معنا. أما نطلع لك البحر هيك نسيتها، نسيت القواعد. والبحور لازم بالله، البحر كما نقولوا كي تعطي له البحر تاعو لازم تكملي اخر حرف، قال مثلا راء الناء اكفاهما، الحرف الاخير هو يقولوا الحرف الروي. تعرف ايش معنى الحرف الروي؟ الحرف الاخير. اسمع القصيده برك نسمعك بالحرف ربع راء وربع ميم، شوف ايش قلت على القصيده. اقول في مقطع القصيده بعنوان حب الضائع، بحثت عنك بين ملايين البشر، ها قد أحببتك دون نياب القدر، قد صارت مشاعري في خطر، فهل تكونين حب منتظر؟ عشت كالنسر فوق القمم، عرفت عليك كل القبائل الأمم، أثار عشق بركانك منذ القدم، ها قد أحببتك وسارت الحمم، أسيرة الحب والأحزان طبعا أنت يا مولاتي. سامحنا ليش قلبك بعث القطار معنا؟ كيفاه؟ حتى دولة أخرى؟ علاش بعثت قلبك القطار بالذات؟ المكتوب مكتوب فماش دولة أخرى وناقص كان قطر؟ مقدرة نتلاقى بك ونهضر لك بصحتي بصح. سبحان الله ربي كي طيحني فيك، أنت قلت لي ما فهمت الشعر، أخي قلت لي قاري الشعر تفهمي يا أخي، زين زين الشعر ها؟ إيه مش معناها إذا رجعت لك قطر بالدولار هي في بالي درهم، لا لا مش ديما خمس بعد اسمه. مش حكاية مش نفهم معني، أنا عندي فكرة كهو فهمت، مش نفهم. إحنا نقرأوا في العربية متاعنا الشعر، وأنا توجيهي أداء. ثم عندكم شاعر في تونس أبو القاسم الشابي عنده العنوان قصيدة تاعها هي لحظة بس ياسين اختار الكلمة نتاعك معناها في نو بلوك في كندا، شكل هدرة في كندا. طب انت ياك حسب رايك انت معناها الاخ هذا اللي طلع معايا معناها انك جيت ندور على راسي اني نزور البلاني، اقسم بالله لك طبيعي والله. اطلع يقول في شعر عادي نسمع فيه يلا مربزها ريال قطري اكيد هاني قال هالك حسين انت سيدي مستعرف العملة وحدك ليه دلا قول لي عنده هذا الشعر عفيف قلت لك ليه دلا على الشعر قول لي هذا الشعر عفيف يعني الكلمة تاعه تدخل في الصميم قمتية. احنا شوف كل شعر وش عنده الاسلوب نتاعه، هشام الجخ مش كي تميم الدرغوثي صح ولا لا؟ انا عجبني على الاخر هشام الجخ ونزار قباني مش احمد مطر مش كيما احمد الفايدة. اسمعني لحظه عشان اعطيك معلومه، الفايده مش انك تقول شعر، انت قاعد تقول لك هاو ماكش عندكش ماكش تلقي يعني الفايده في الالقاء. طيب هشام الجخ يحكي بالصعيدي معناه لا عربية ولا مكسر راسه، مي عنده طريقة في الإلقاء اللي تخليك تتجلب ليه، عرفت طريقته هي تولي تسمع لي شام جوخ عنده اي طريقة الإلقاء هي تجلب أكثر حتى من الشعر بيدو معناها فهمت. ايه ربي يشبع بها كندا وأقصى طموحكم باسبور روج كنداي نتفه كندا افتحوا وطاقم تسمعي لهم شوف الناس متابعة. عندي لك متابعة لا يا اوكي ترى رجع لك متابعة شكرا جزيلا تابعك بلي نقص المتنمر نتاعكم نقص اللي كان واحد فيكم يحط مراية قدام وجهه توي ايه هاي من جا شو اسمك؟
مومو نور الدين، انا شاعر واعمل في الجامعه، عامل في الجامعه، جامعه مسيله، مسيله ولايه مسيله في الجزائر، وخدام في الجامعه وكاتب وشاعر. ربي يعينك، ربي يعينك. راه عندي قناة في اليوتيوب الشعر من منظرين، حطيتها في البيو متاعك. ايه في اليوتيوب عندي الفيديو، اليوتيوب اليوتيوب والتيك توك هذو زوج ديما نتبعهم انايا، وخاصة اليوتيوب. اوكي حسين، مريك مركيه واحكي واحكي معاه باش انا نجم نفهم واش كنت بغيتي. باش نعمل له ميوت وسبوه كيف ما قد ما تحبوا معنا. الميوت يقهر اكثر من بلوك. اخي معلش، معلش نستفسر منك، التيك توك شنو كيفاه الربح نتاعو؟ فهميني الربح التيك توك كيفاه يكون، بالهدايا كيفاه؟ فهميني، حاولت نفهم بالهدايا. بالهدايا نتاع اللايف، اي تاع اللايف ويبعثوا لك هدايا. انت يلزمك في ال... انت اصلا كنت في الاعدادات هذاك نتاع التيك توك، يلزمك تحط ال... عندك كارت فيزا انت كيف؟ عندك كارت فيزا هذيك؟ كاين، اي كاين عندي. يبيك تحط النمرو، نمروها ادخل انت بربش في البارامتر حسين، ادخل بربش وحط النمره باش انت كتحل لايف، وعبيت تبعث لك يعني كل هدايا والكل، التيك توك يصب لك على النمره ذاك، فهمت؟ والمتابعين مثلا جيبي مثلا مليون متابع، والله 100,000 متابع، المتابعين فني فيهم، والله لازم الهدايا متابعين يجيو وحدهم هذوكم. ساعات لو تلقى واحد ما عندوش متابعين جملة، أما عنده برشا داعمين. ساعات تلقى واحد عنده ملايين متابعين وما يدعموا حد كي هاللايف، يعني مش بالضرورة. انت تحب معناها تولي تخدم بيه التيك توك؟ لازم. عايش كي حسين، ان شاء الله ربي يرزقك. ان شاء الله. هي غير قناة التيك توك وش تخدمي؟ كاش ما عندك وظيفة أخرى غير التيك توك؟ إيه مش نخدم بيه التيك توك، أنا جست حليت لايف على جو برا، ما نخدم بيه لا نستنى في يدي نستنى في شيء، جست لايف وكاي يعني. والوظيفة نتاعك وش تعملي في الحياة؟ وظيفة نخدم في مصنع. الله يبارك، ربي يعينك ان شاء الله. عايش بارك الله فيك، تفهم في اللهجة التونسية كي نحكي بتونس تفهم؟ أكيد نفهم شوية، خاطر شهادتكم مش بعيدة علينا، لابالي عايش أخبار هذو الكلمات نفهموها. عايشك انتم تقولوا عايشك، ثم في الدير تقولوا عايشك، صح يقولوا عيشك، جيت الشرق، جيت عنابة وطالة وفهراس اللي على الحدود التونسية. هذوك يقولوا صح، أنا يا ساكن في وسط الجزائر. أي أنتم مختلفة، كل ولاية ولهجتها في الجزائر. أعطيك الصح، كيف فهمتي؟ الغرب يقول لك واه واه صاحبي، والجزائر يقول لك يا نقولوا عادي، كل واحد اللهجة نتاعو. بالك شايف هضرته كيما الصباح يقول لك أزو، مساء يقول لك أزو في اللو. تفهم شوية قبيلية؟ باين جملة جملة جملة. شنو أزو؟ أزو معنا صباح خير. ايه أزول، وأزو في اللو مساء أزول. ايه أزول، جيت لك باين، احنا راه جزيرة كبيرة،
رازي جناين حنايا، في ساحة تاعنا جنيه كبيرة، في ساحة تاع في كبيرة جنيه حنا في شنو كانت زوج جنيه جملين، جنيه شنو زوج جملين و300، 81,000 و748 ألف كيلو متر مربع. ان شاء الله شاطر تحكي عن برك. سكان قلت لي زوج جنيه كبير ايوه مساحة، مساحة انا في بالي تحكي عن السكان بقيت نغزر تقولي زوج جنيه 45 مليون، 45 مليون سكان، والشاطئ بين حطوا نفس ضربة مرات سكان احنا 12 مليون راكم عندنا حفنة برك، ها كنا 12 مليون عندنا حفنة. حافظة صحيح زي العاصمة، ذكاء زي العاصمة، يقول لك قلل ودلل ذكاء و12 مليون يعيشون مرتاحين فيها في بركة وحيرين فينا كان جينا أكثر ايش يعملون انتم ما عندكم شويه فقر، عندكم أنا مش شنو عندكم السين، انتم ما أنا عندكمش كيما احنا البترول والغاز، احنا عندنا البترول والغاز، احنا فقراء احنا نسخفوا عنا بعدنا هو سخي عنا البترول وعنا كل شيء ما يطروا بيه الصحاح قالك انتم ما عندكم الفقر بيني هنتلنا 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 وشحال عندك المتابع في قناتك الأخت؟ والله مازلت جديدة قناتي فيها ألف ألف وشوية مازلت ليه؟ جديدة أنا عندي 1200، 200 وقيلة 16 و17، 1216 وقيلة، قداش عندك حال هالقناة؟ عندك برشا حميتها عندي نقول لك شحال تقريبا، راني في العام عندي عام اللي فتحته. انت انا عندي اسبوعين يظهر أسبوعين جبتي 1000، أنا طولت، أنا قعدت واحد ربع شربة لحقت 1000، بصح أنا مش ندير لايف ديما، قلت لك أنا معتمد على اليوتيوب أكثر من تيك توك، اليوتيوب ساعة، تيك توك ساعة ساعة، نشتي ندير اللايف، خاطرش عندي جمهور يكثر عليا، يبعث لي يقول لي دير لايف، اللايف ندير اللايف. قداش عندك عادي متابعين قداش عندك من واحد تفرج فيك توا في اللايف إيه. زمان ما طلعتش مزيان، راني في اكثر مرة طلعت فيها قديش عندها بزاف تقريبا وقيلة 30، والله ما يطلعش بزاف عندي اللايف حتى الآن، راهم هذا التوقيت ما يجوش، أنا في الليل صح في الليل يجو جويه 9 هكذا تاع الليل، يا طيب 11 يجوني هناك يديروا لي تعليق، خاصة في الغرب معايا متظاهرة انت الانسان غرب، خاطرش يشتو الشعر هما يكفروا عليا يقولوا لي شعرنا 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 انا شعرنا. وش اسمك يا اخت؟ اسمك ناهد ماهد، ماهد ناهد المقصود به اسم الأسد مش اللي في مخ، خاطر انتي ضربيك متاع عربية بتتفسر لي في اسمي في مخ كاينات قصرت معاك البركة، حوسك ما تعاودي اسمك شغل جاني جميل يعني ما شاء الله، ناهد ناهد انتي اسمك ناهد، شوف نعطيك ربع ابيات بركة عليك يا ناهد، قولي لي ميحة ما ناهد، أترجاك بقلبي ألا تغيري اسمك، كقمر دون الشمس حيراني، إذ كان حبك ذنب فعنه لن أتوب، وهل يستطيع الحوت أن يعيش بدون ماء، أنا كمثله يا مولاتي، تحياتي لمن أحبت كلماتي. الله 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 شفتي شو الشعر؟ هذا ارتجلته توا هذا ارتجلته توا ولا ركبت عليه اسمي وكذا ثم انا هذه موهبة، موهبة بطلع ربانية. بطلع وربي يزيدك علم شاء ورا عندي كتاب، مؤلف كتاب كتاب شو اسمه؟ قد تحب هذا الكتاب، والله اسمه قد تحب هذا الكتاب، قد تحب هذا الكتاب
نجيبو راح تشوفيه ولا نجيب راح تشوفيها الكتاب. يا ربي كيف شاف حاو عنوان واو فطوية دو هذه أحسن قصيدة أنا كتبتها تعلم ها كله قصائد مش معنى كتاب كتاب شعر ألف وما يبري ديوان ديوان ألفته في الجزائر العاصمة الرغاية نتمنى إن شاء الله على كتاب ربي راح نشارك في المعرض كتاب الصرم الدولي لافوا كاش خاطر رحتي لمعرض كتاب تاع الجزائر الصرم الدولي قصر المعرض إن شاء الله أنا مشيت للجزائر باش نروح معرض كتاب نتاعها أنا مشيت حتى مرة للجزائر جيتي الجزائر ولا جيتي؟ إيه ثم عندكم معرض كتاب في تونس؟ أكيد وين هو أحسن معرض فما في الفيديو؟ شعب مثقف الله يبارك على بالي انتم عندكم ابو القاسم الشابي فيكم ذكرها راه انسان مثقف عمره 25 عام توفى وخلى مسيره نتاع 900 عام قرن نعم شعراء وصلوا ل 80 وما عملوش بصمه كيف اللي عملها هو الشعر هو 25 عام وتوفى على راسه كيني صح قالت اقرأ كتاب امرأة مكسورة على اليوتيوب لا هو مغروم بالشعر برامان مش مغروم بالأدب مكة الشعر بركة مية مش تشل الرواية لك انا احب الشعر انا من اسمعي نقول لك حاجة انا مش شعراء اللي نشتيهم في الكلاسيكو تاع الشعر تاع القديم تسمع فيها لك شعر قديم كما طيب متنبي ومرو القيس والاصمعي كما صوت الصافير البلبل اللي قالها الاصمعي من هو شاعر رسول الله حسن بن ثابت حسين بن ثابت حسن بن ثابت او شعر وكان يهجيه قبل ما يدخل الاسلام هجى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انه قال له الساحر المجنون صاحب بعد ذلك ولا في الاسلام حسن بن ثابت اعرف حسن بن ثابت هذه قضية ثقافة مثقف ما لا كي جبت لك حسن راك تسمع فيا ولا معليش قلت لك حتى بن ثابت هو شاعر رسول راك فاهم برك في الجاهليه كان يسمى الرسول وكان من احسن الشعراء وقريش كانوا معروفين بانهم شعراء بكري الفارس لازم يكون شاعر ويكون كما نقولوا قوي كما عنتر بن شداد كان شاعر وبالقوة صح ولا لا فيك قولي يا نادي صح ايه خي تعرف هذول الحوايج يا ربي شنو هما الشعراء اللي متأثر بيهم انت هي الشعراء متأثر بيهم ايه
اللي حبيت فيهم ودخل قلبك كما نقول. ما عنديش شعراء معينين معاصرين نحبوا، هي هشام الجخي عجبني على الاخر. وتمام بره ما الحق ما نعرفلوش برشا حاجات، مي نسمع جيد ايوا قوي. ادخلي في اليوتيوب ديري تامين برغوث وشوف، ديري برك قصيدة هذيك في القدس بعنوان تاعها تامين برغوثي في القدس وسمعيها ارضي بها. يعجبوني فؤاد الشاذ على الاخر. هذاك طوب، هذاك هذاك انا اعتبره كي مفدي زكريا شاعر من الجزائر. مفدي زكريا معروف، مفدي زكريا قارية في ثم في تونس. عندكم قصائد مفدي زكريا يقراوها في الانستيتوت الثانوية ولا ما يقراوهاش في التعليم؟ احنا في تونس ما في المعاصرين نقراو نزار قباني ومحمود درويش اروكم كها، اما الاكثرية اللي في تاع الجاهلية شعراء الجاهلية يعني قلت لك كيما عمر كيما قيس كيما عنتر كيما ابو نواس. قيس وش يقول؟ قيس وش يقول؟ كاين واحد مشهور قيس وش يقول؟ كاين واحد البيت مشهور عنده قاوي وش يقول؟ قيس ابن الملوح مش امرؤ القيس. كان قيس ابن الملوح. لا قصدي قيس امرؤ القيس. تعرف شو؟ امرؤ القيس صاحي وش يقول؟ بيت مشهور تاعي. لا ما عرفتش شنو نقول، هيا فكر شنو هو البيت مشهور نتاع قول باش شنو يبدو تنكمل. يقول مكر مفر مقبل مدبر كجرمود حطه السيل من علي. مكر مفر مقبل مدبر كجرمود حطه السيل من علي. كاين ولا ما كانش؟ تفكرتي؟ هاي بيا حقيقة هو بالطولة نعلمك الشعر. نعلمك الشعر وخلاص تولي شاعرة. لا كنت نكتب أنا شعر والله. كي كنت نقرأ كنت في الثانوية معناها كنت نكتب وكنت مغرومة بعد بطلت. وش كنتي تكتبي شعر مثلا؟ كتبت على فلسطين تفكر وكتبت نكتب هكا حاجة نبدأ هكا نبدأ راقدة تجي في مخي بيت نقوم نجري نكتب قبل ما يهرب عليا فهمت هكاك نكتب شوية غزل. لا مش جوي الرقة ذاك مش جوي. لا يا شاعرة أنواع ما نحبش ليه بالحق ما يعجبنيش الغزل، ما يعجبوني أنواع الشعر اللي فيهم ما عارفش اللي يبدأ فيهم الذكاء اللي فيهم هكا اختيار كلمات وفيهم تقيس الصميم في القلب تقيس في الوتين. شنو هي الوتين؟ كي عدتي تعرفي الشعر شنو هو الوتين؟ الوتين وتين. ايوه ايه كان هناك الكل صدر عجل زراوي وتين مد جد ما نسيته مش انه مول عشان هالوتين في العربية طبعا. الوتين اصلها شتاجات جات من القلب من حنانة على القلب. هي الطوبة هنا في القلب الرجل ولا المرأة يقولوا لها الحنانة كما احنا نبتزايرين نقولوا الحنانة فاهم تاع القلب. هي يقول هي اللغة العربية فصحى هذه فهمتي؟ تي الحقي لامك قلتي لها قولي لها انت الوتين خلاص. كي قلتي لها انت امه وانت الوتين خلاص طب ما بقى والو مش تهدري خلاص راكي قستي هذا الطب. مذكورة في القرآن هي اصلا. ايوه صح جاك الله. ولحت قريتي الجامعة ولا الثانوية برا؟ قلت للباك يعني كان. الله يبارك. ولماذا لم له ما كما نقولوا ما عقبتيش زدتي عودتي مرة زدتي تقرا؟ والله ظروف ما ولا العمل هو اللي شدك كلش؟ اي
ليه العمل جاي من بعد تيجي عمان هني هني وليت نختم فهمت عني ليش شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ 28 طيب صافي زيد 92 ولا 93؟ 93 93 الله يبارك طيب هكا مازلتي ماكش كبيرة كنتي قادرة تعاودي الباك نورمال سيدي هادي ما فيها والو ديري الباك راكي مسجلة وراكي تخدمي ولا اش قلتي؟ حاولي حاولي وش كنتي تقراي أدبية ولا أدب أدب أيوا صافي راكي في الطوب نتاعي صافي صافي تعودي تصحيني في الشعر حاجة في الشعر كاين الناس ما يعرفوش شنو هو الشعر الشعر شعور وإحساس يجي من القلب من الفؤاد من الكيان من الوجدان خير بالك به راك فاهمة وكي حنا شعراء حنا ها فهمتك فهمت ايه حنايا كيفاه نفهم فيك هاي تحت شوفي نقول لك واحد الحاجة من زينة بركي احنا الشعراء عندنا واحد الوقت لازم نشعروا فيه وش هو خاصة العشية كما هذا الوقت العشية ولا الصباح هذا اللي يجينا الأوقات الشعر الهين ما كما الليل صعيبة باه تكتبي بس مر العصر ليه قولي لي مر العصر خاطر الراس نتاعك شغل خفيف خفيف ولا جيتي بلاصة هكذا هادية قدام الشجار هاك تقدري تكتبي فهمتي انا احسن وقت هذا هو خمسة ستة هذا الوقت مشي نكتب جيب ورقة وستيلو نكتب ونكتب ما نكتب انا كلش انا شامل نكتب على الوطن على الشهداء على الثورة على كلش نعطيك قصيدة على الشهداء والله يعطيني فيت في خاطر انا التليفون شي تسكر شارج باش نسكر اقول القصيدة بعد حلو في الليل ولا غدوة ولا اطلبي مني قصيدة نقولها لك اي حاجة مش شرط الشهيد روح وش نقول لك وبعدنا نخصمو قول على الشهيد قول على الشهيد الشهيد دبر يا سخي انا بس بالك راه عندك فكرة اخرى راح تقوليها لي هذا برك يا رب هاك اسمعي أقول في مقطع قصيدة بعنوان الشهيد لجد الذبيح سلاما وذكرى فزكريا نبي عليه السلام شهيد فوق الحجب مرسوم فوق القمم منقوش في التراب يأكل منه الأب والأم ويقطف ثمار العربي والعجمي ولأجل التراب يضحي بالغالي والنفيسة قصيدة من فداء الشهيد أحب وليس كذبا فما لي أراه أكتب تلك المثانة الكبيرة عبير الوطن يفوح سلاما وتعبيرا ويبكي الفؤاد لذكرى الشهيدة لذلك أصنع البطولات وستثمر هذه الجبال وهذه السهول وهذه التلال عيون حبيب الشهيد المسيرة من كفاح مديد أذاقت العدو أكثر من مات انكسارا سؤال يليه سؤال وعيناه مثل الظلال إنه يحو وطن وإنه أسد يفدي نفسه من أجل وطنه عاشوا رجالا وماتوا رجالا وتبقى ذكراه محفوظة بفؤادي وستمشي مع تعقب أجيالي فهنيئا لكم أيها الأبطال تحية شهداء وش رأيك فيها؟ عجبتك؟ نسمها تبارك الله ما شاء الله ها؟ ما شاء الله ما شاء الله صافي كما راه تقول يقول كاظم السهر كلك على بعضك حلو عايشك عايشك ربي يبارك اسمعي انا راني فكاهية والله كيما تقول لك نجوى كرم يخرب بيتك شو حبيتك من كاظم النجوى عام نوه تشرفت بيك وتشرفت بيك وبكل اهل الجزائر و واستمر في شعرك وربي يوفقك ان شاء الله وان شاء الله في لايف اخر ان شاء الله ان شاء الله تهلا في روحك وراني متابع تاعك ودرك ندخل في قناتك ندير لك القلوب باذن الله هاي
ورانا نعود اللايف ان شاء الله. قولي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله قدرة رب. هاي تلاقيها في ساعة خير ان شاء الله. تهلا في روحك. ان شاء الله.